استوديو تحليلي. مباراة مثيرة منتظرة ما بين فريقين من أصحاب المستوى المميز في الفترة الأخيرة. صاحب الأرض النهاردة فيها فريق مودرن فيوتشر مع مديره الفني البرتغالي فورماسينيو، اللي ظهر بشكل مميز في بداية مشواره بالدوري، ولكن تعثره في آخر مباراتين ليه في الدوري هيكون بالتأكيد دافع قوي النهاردة للرغبة في العودة لطريق الانتصارات، خصوصا وانه هيقفز به لخطف وصافه جدول الدوري لو حتى بصفه مؤقته. على الناحيه الثانيه سيراميكا كليوباترا مع مديره الفني الكابتن ايمن الرمادي، واللي بيعتبر على النقيض في مشواره حتى الان في دوري نايل، فبعد بدايه متذبذبه في البطوله نجح في تعديل مساره ونجح في الفوز في اخر مواجهتين ليه، كما ان ليه كمان دافع قوي النهارده في السعي للفوز اليوم اللي هيديله فرصه تصدر جدول الدوري مع بيراميدز اللي بيتربع على القمه حتى الآن. فهنشوف ونتابع مع حضراتكم مين يقدر النهاردة يحسم الفوز.